انا لا يمكن ادخل نفسي في هذه الامور خالص، اقول له روح هنا او روح هنا او روح هنا. طب هل شايف شايف النادي الزمالك هيقدر يعني يتغلب على احزان مباراه انبي وخسارته امام انبي، خاصه عنده مباراه مهمه امام مازيمبي على ارضه، وانت عارف مازيمبي على ارضه يعني الدنيا صعبه والله جدا. والله هقول لحضرتك يا استاذ مهيب، اتفضل يا فندم. ال 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 المشكله مش مشكله مباراه انبي، المشكله مش مشاكل تانية غير مباراه انبي. الفرق الكبيره سريعا ما تقف على ارجلها مره تانيه، واي هزيمه ما تاثرش فيها التاثير الكبير، بتبقى مباراه وانتهت. لكن المشاكل الاخرى هي اللي ممكن تاثر على الفريق. اسلوب تعامل التعامل مع اللعيبه، هل اللعيبه دي بتحصل على اللي يخليها تفكر بس في اللعب ولا بتفكر في حاجات تانية؟ هل اللعيبة دي نفسيا مستريحة ولا عندها مشاكل مادية ولا ما عندهاش مشاكل مادية؟ دي الحاجات اللي تأثر بشكل كبير. لكن هزيمة مباراة لفريق كبير زي الزمالك أو زي الأهلي، لا لا لا، الفرقة الكبيرة دي على طول بتقف على رجليها وبتعود مرة أخرى يعني. تمام كابتن حلمي، اخيرا انا بشكرك. وهل ملامح الدوري في المقدمه السنه دي هتبقى شبه محسومه ويبقى المشكله كلها في جدول مؤخره الدوري؟ والله انا شايف ان الدوري السنه دي صعب جدا. النهارده شايف النتائج عامله ازاي، يعني نتائج صعبه جدا النهارده. اسوان بتتعادل مع بيراميدز اللي صارف المليارات، وطنطا بتتعادل مع سموحه. المباريات لا، الدوري هيبقى صعب جدا، والنقط هتبقى بطلوع الروح عشان تبقى عارف يا كابتن بيك. ربنا يخليك كابتن وبالتوفيق ليك، واحنا بنسعد بوجودك في التدريب وعلى الخطوط، ووجودك اضافه للدوري المصري. تحياتي ليك ولكل مسؤولي انبي، وبالتوفيق لانبي ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كابتن حلمي طبعا واحد من المديرين الفنيين الكبار في الكره المصريه. كابتن حلمي من الناس الجد جدا، بيركز جدا حتى في فترات اعداده، في اعداده بيركز جدا فرق. يعني في حتى كمان اختياراته للفرق، هو بيختار الفرق اللي ما عندهاش مشاكل، اللي دايما تساعده انه ينجح.